خلينا بقى نروح لسوهاج اللي بتستعد لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، واللي بيستهدف كل القرى أو جميع قرى المحافظة من خلال دعم المواهب والحرف التراثية وكمان إنشاء جداريات بتحكي تاريخ سوهاج بالإضافة لأنشطة الفن التشكيلي وكمان ترميم التماثيل التراثية النادرة في نطاق المحافظة وكمان العمل على تدشين أول معرض للكتاب في سوهاج. خلينا نروح للتفاصيل على طول لأن واضح أن الموضوع كده كبير، نعرف تفاصيل من خلال الأستاذ وليد الدرملي مدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون. صباح الخير يا أستاذ وليد. صباح الخير على حضرتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور على حضرتك. يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر على أو عن الفعاليات اللي بتضمها مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون. الحقيقة طبعا مشروع سوهاج ده مشروع، يعني أنا بعتبره مشروع قومي، يعني في اتجاه توجهات الدولة وتوجهات السيد الرئيس ضمن خطة استراتيجية 2030 على استهداف المحافظات والأقاليم. دايما سوهاج يعني شوية كانت حظها في موضوع الاهتمام الثقافي شوية يعني مستغرق حقها، لكن الحقيقه معالي وزيره الثقافه الدكتوره نبيل الجيلاني يعني قامت بكل جهد علشان تصدر قرار لجنه عليا بتشكيل لجنه عليا بهذا المشروع. والحقيقه على طول توجهنا جزء من اللجنه الاسبوع اللي قبل اللي فات لمقابله السيد المحافظ لتصديق الموضوع ده وازاي يبدا وازاي يفتح يعني القرى والقفور والنجوع. المشروع يستهدف، ما بنشتغلش على المركزيه، بنشتغل على اللامركزيه اللي هي بنوصل لكل قريه تهتم بها حرفه معينه، كل قريه عندها شباب له موهبه معينه في كل المجالات بقى، يعني سواء مزيكا سواء شعر سواء قصه سواء انشاد سواء كل التفاصيل اللي تتخيلها لشبابنا من سن 8 ل 15 ومن سن 16 ل 30 سنه. ده المستهدف معانا عشان نقدر نقول ان احنا حققنا المراد من المشروع ده. طيب المشروع ده ماشي على 11 مركز في سوهاج، كل مركز بالكرة والكفور الخاصه بيه. الحقيقه معالي وزير الثقافه برضو يعني هنستمع ان شاء الله قريب من اللجنه العليا علشان وضع ميعاد محدد قريبا جدا جدا، مش هقدر افصح عنه دلوقتي، لاطلاق المشروع ده في الايام اللي جايه. ده بالتنسيق طبعا مع المحافظه وبالتنسيق مع جامعه سوهاج على اعتبار ان هم طبعا السيد رئيس الجامعه عضو اللجنه والسيد دكتور محمد عبد الهادي ده مدير مكتب المحافظ عضو برضه اللجنه. طيب دخول جامعه سوهاج معاكم يعني بالجداريات اللي هيتم انشائها بالطلبه الموهوبين اللي فيها، ده نوع من انواع يعني تضافر الاشكال المختلفه من المجتمع المدني والاشكال المختلفه كمان للمؤسسات، اما اكتر من حاجه تشتغل مع بعض في نفس الوقت اعتقد ده بيطلع منتج افضل بكتير. هو اكيد طبعا يعني طبعا يعني ده شيء مهم جدا، بس احنا عايز اقول حاجه بس منا حضرتك اوضح، هي جامعه سوهاج طبعا ليها دور كبير جدا من شبابها المبدعين جواها في كل المجالات بقى طبعا زي ما انا ذكرت، انما الجداريات فنانين تشكيليين من خلال الفن القطاع الفنون التشكيليه اللي هو السيد رئيس قطاع الفنون التشكيليه الدكتور وليد قنوش ده عضو لجنه برضه، هيبعت لجنه متخصصة في الجداريات الخاصة على مستوى سوهاج، زي مثلا شفنا هناك واحنا في الزيارة شفنا جدارية جمعية شبان المسلمين ده المكان يعني، وشفنا جدارية الثقافة. الحقيقة الجداريات دي هتعمل جداريات تحكي تاريخ المحافظة بشكل مختلف جدا. الجامعة سوهاج منها بقى الشباب الهاوي أو الشباب اللي عنده الموهبة عنده الموهبة يشارك معانا بقى، انما طبعا وده دور مهم جدا. الجداريات دي مهمه جدا لان طبعا دي تبقى على مدار التاريخ موجوده وبتحكي حاجه مهمه جدا لتاريخ المحافظه العظيم اللي انا اشرف اكون منها طبعا. صحيح، وعلشان كده هتظل يعني سوهاج هي بلد الثقافه والفنون بالمبدعين اللي موجودين فيها
في الحقيقه دول مش يعني وليد اليوم، لان باع طويل ويعني سنوات طويله قدمت سوهاج فيها يعني فنانين كبار تحديدا في الفنون الشعبيه يمنا قدروا اللي هم يعني يكونوا في الرياده. يعني سوهاج من الاماكن اللي تم توثيق فيها السيره الهلاليه، فاحنا ده بالفعل اللي انت بتقوله يا احمد. كل الشكر ليك الاستاذ وليد الدرملي، مدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافه والفنون.